فين يا ولاد الكلب؟ فين راح فين؟ يعني فلوسي راحت؟ خوتينا فلوسك فلوسك، وجرانا اصلا معاك فلوس وضاعت مني. يعني ايه ببل عليك؟ وليه لا؟ بقول لك ايه؟ دوري يا حبيبتي كويس وفكري كده حطيتيهم فين؟ دورت في كل حته ما لقيتهمش. هكونوا كام يعني؟ وانت مالك انت كام؟ فلوس كتير دعمي شايه. والفلوس الكتير دي اتحصلت عليها في المده القصيره دي ازاي؟ مش وقت الكلام ده يا راجل. وليه مش وقت؟ ما المال الحرام ما بيدوم. حرام يا راجل اللي عوطلي، يا اللي قاعد من غير لا شغل ولا مشغله، يا اللي بتاكل من عرق النسوان. انا باكل من عرق النسوان؟ انت تسرقهم كمان. قلبك ما جابك يا ست ساميه؟ البنت مفعوصه بتسرقنا. لا لا مش كده، مش كده يا دوحه، انت كده غلطتي في الراجل. مش لما يبقى راجل. لا ده انت زودتيها قوي. تحب اوريك الراجل ولا لا؟ بس يا وسخ يا حرامي. حرامي؟ انا على اخر الزمن تقلي عليا حرامي؟ طب عليا الحرام من ديني وانت بايته فيها. بص يا ساميه، يا انت يا البنت دي في البيت ده النهارده. طيب عارف مخدر يا اخويا الخرابه اللي انت مسميها بيت، بس وديني وما اعبد، اما كنت اجيب حقي تالت ومتلت ما بقاش انا دوحه. تفو عليك وعلى اشكالك الوسخه. المركب اللي تودي. يكون علمك البنت دي حاولت معاها بس انا ماليش في الوساخه. والنبي هي برضه اللي حاولت. العب يا اخويا العب. دوحه انا ما اخدتش حاجه، ما اخدتش فلوسك يا دوحه. انا عارفه يا رش، عارفه انك مالكيش دعوه. والله العظيم ما اخدت فلوسك، والله العظيم ما اخدتهم. ما تبقيش حماره بقى، انا عارفه انك مالكيش دعوه. طب والنبي يا دوحه، والنبي ما تبلغيش البوليس عشان يجوا ياخدوا ماما وبابا، مش عارف اتصرف من غيرهم، والله ما اعرف، اخواتي صغيرين مش عارف. ما تخافيش يا رشا، انا مش هعمل كده عشان خاطري انت بس. طب انت هتروحي فين دلوقتي؟ بلاد الله واسع. طب هو انت لازم تمشي؟ ايوه، لو ما مشيتش يا اما هقتل ابوك يا اما ابوكي هيقتلني، وفي الحالتين البوليس هيجيلنا. طب مين هيقعد معايا يتكلم معايا ويحكي لي حواديت؟ خلاص بقى، ما قلتيش صغيره يا رشا. طب خلاص، انا مش عايزه حواديت، انا عايزاك انت. انا هطل عليكي كل شويه في المدرسه. انا بحبك قوي يا دوحه، بحبك قوي. يا ابن الكلب، يا ابن الكلب، ضيعتوني يا ولاد الكلب، ضيعتوني يا ولاد الكلب. عملتوا فيا كده ليه؟ يا ابن الكلب، ربنا ينتقم منك، ربنا ينتقم منك. الحقني يا حسني، الحقني يا حسني، شوف اخوك عمال فيا ايه، الحقني. هيكون عامل ايه يا توح اكتر من اللي بنعمله؟ ايه؟ انت بتقول ايه؟ اللي سمعتيه. انا مش قادر اساعدك، ده انا حبيبتك وهبقى مرتك. مرت مين يا بنت؟ الا انت مفكره اني هتجوزك؟ عايزاني اتجوز واحده سلمت نفسها ليا؟ سلمت نفسي لما عشقتك ولما وعدتني بالجواز. انا ما وعدتكيش بحاجه، وروح ارمي بلاكي على حد غيرني، ما ناقصينيش مصايب. ليه يا حسن؟ ليه؟ ده انا عامله نفسي مدايس تحت رجليك ليه؟ جينا للكلام اللي ما هياكلش عيش عاد. بقول لك ايه؟ كلام كتير معايسي. كلام كتير؟ ده انا لسه هقول لابويا واخليه يقتلكم. وهتقولوا لي ايه يا حلوه؟ هتقولوا لي انك سلمتي نفسك لما عشقتي؟ ده مش بعيد يقتلك فيها. ربنا ينتقم منك، ربنا ينتقم منكم يا ظلمه. حسبي الله ونعم الوكيل فيك. يا فضحتي يا فضحتي يا فضحتي، حرام عليك يا حسني، ربنا ينتقم منكم يا ظلمه، ربنا ينتقم منك، حسبي الله ونعم الوكيل فيك. يا فضحتي يا فضحتي يا فضحتي، اعمل ايه اعمل ايه، حرام عليك يا حسني، ضيعتني ضيعتني. حول الله يا رب. يعني يضربوكي ويطردوكي بعد كل اللي انت عملتيه معاهم؟ انا مش مصدقه ان في ناس بالشكل دي. انا لو منك اطلع على الجسم على طول. اسم ايه اللي اطلع عليه؟ اقول لهم الناس اللي انا عايشه عندهم ضربوني وسرقوني. طب افرضي بقى قلبوا الايه عليا، قالوا لي لا ده انت اللي سرقانه. ده هما فكانوا هيعملوا كده. وبعدين انت يا دوبك ما كملتيش شهر خدمه في البيوت، هيسالوكي بقى جبت الفلوس دي منين. ما هو ده اللي انا مفكره فيه. انا بس مش قاطع بيا غير ان انا مش هشوف البت رشا. نسيها بقى. مش قادره، مش قادرة يا اخو، خربت دي واكلة حتة من قلبي. يوه فكري يا اختي في نفسك،
هتعملي ايه دلوقتي وهتباتي فين؟ انا عارفه، ما انا عشان كده جايه لكم. هو انت مالكيش قرايب خالص؟ هو انا لو ليا قرايب كنت قعدت عند الناس الزباله دي. والله لو كان ينفع يا توحه كنت قلت لك تعالي باتي معايا في بيت ابويا وامي، بس دي طايقانه بالعافيه انا والواد. لا يا وزه كتر خيرك، انا عارفه ظروفك. وانا كمان خالتي جرشه ملحتي الاسبوع ده، ولو علي انا اشيلك واحطك فوق راسي واشيلك في فرشتي. بس يا اخو خلاص ماشي. انا عارفه ظروفك يا اختي انت كمان. طب بقول لك ايه يا بنتي يا توحه، ما تاجري يا اختي شقه. اجر شقه من خيبه ايه؟ وانا حلت اللضه بقول لك اتسرقت يا بنت. يعني انت مش مدكنه فلوس هنا ولا هنا؟ والنعمه الشريفه ما مدكنه حاجه. انا مش فاهمه يا اختي، وانت ازاي تحطي فلوسك كلها في حته واحده في بيت ما نعرفلوش اصل ولا فاصل؟ خلاص بقى ما تعرفيش تبكتي فيا بقى يا وزه، هو ده اللي حصل. انا ممكن اسلفك. وانت بتتنقلي على عينك يا مخبله، انت تسلفيني منين؟ بنتي يا وزه. ايوه ايوه طلعي حاجة زي البنت اللي تطلعها. شفتي بقى 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 جبتي منين يا بنتي معكوسة الفلوس دي كلها؟ شبكتي. شبكتك؟ لو انت دلعتي اتشبكتي؟ اتشبكتي امتى يا بنت؟ هو انت الوحيدة يعني اللي بيجي لك ذهب؟ أنا كمان كريم بيجيب لي ده بيحبني. مش قادرة أصدق، حتى البنت زيد لها أسنان. خدي يا اختي خدي من عشر الام، يعني هتكون جابته منين؟ ها هتأجري شقه ولا لا؟ بقول لكم ايه يا بنات، ايه رايكم يعني لو احنا الثلاثه خدنا شقه وقعدنا فيها مع بعض؟ اهو انت يعني عماله تشتكي من امك وتقولي مطلعه عينك، وانت ابصر معرفش خالتك ايه عامله فيكي ايه؟ ناخد شقه كده نقعد فيها لحد يقول لنا رايحين فين ولا جايين منين، لا بينا ولا علينا. ايوه طب تصدقي انت بنت نوره مخها نضيف. ايوه احنا فعلا نأجر شقة احنا التلاتة، وكده لو اتقسم علينا الإيجار يبقى كل واحد فينا هيدفع مبلغ قليل خلاص، خصوصا بقى لو جبنا شقة في حتة رخيصة. لا أنا عايزة أقعد في المهندسين. مهندسين إيه يا أختي؟ ناخد في شارع السودان آخر أحمد عرابي، هو برضه كأنه في المهندسين. لا في المهندسين ذات نفسها. أنتوا عندكم حد يعني يجيب لكم شقة؟ وحد ليه؟ ده أنا يا بت دايرة ولافة في المهندسين دي حتة حتة على كعوب رجلي، كلها ساعة وتكون جوه الشقة. يلا قوموا بيه. طب ناكل الهمبرجر. ماشي ناخده معانا. هيبقى عندنا شقه؟ ايوه. لا لا ناكل الهمبرجر بقى، نفسي اتفتح. ايه ده مش حاطط يا اختي البتاع الاحمر ده البتاع فين الكاتشب؟ كل مره ما الاقيش كاتشب، كل مره اجي اقول لهم فين انت يا عم يا اخويا. راح فين ده؟